ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم فسلم الأمر للرحمن وارض به هو البصير بحال العبد من ألم فسلم الأمر للرحمن وارض به هو العليم بحال العبد من ألم ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا.